السلام عليكم. في هذه الحلقة اللي غد نشرح فيها كيفية تحويل من الوورد للبي دي اف، من الباوربوينت للبي دي اف، ومن الاكسل للبي دي اف. بالنسبة لميكروسوفت وورد كنمشيو فيشي اكسبورتي كريي بي دي اف وكنسجل الملف ديالي. الطريقة الاخرى فيشي اونغيستري سو باركورير، كنحدد الاكستنسيون بي دي اف. اكسل كنمشي فيشي نفس المراحل اكسبورتي كريي بي دي اف سينون فيشي اونغيستري سو باركورير، وكنختار هنا الاكستنسيون بي دي اف. بالنسبه للباوربوينت نفس المراحل، فيشي اكسبورتي كريي بي دي اف كنسجل الدوكيمون ديالي، سينون فيشي اونغيستري سو باركورير، وكنحدد الاكستنسيون بي دي اف اونغيستري. دونك هذا بخلاصه كيفيه التحويل من تطبيقات مايكروسوفت اوفيس للاكستنسيون بي دي اف.